والجملة الحالية إذا كانت مصدرة بالفعل الماضي يقدر قبلها قد، إلا رد الله علي روحي، يعني أن روحه مردودة إليه في الماضي، إلا قد رد الله علي روحي. وذكروا أن البيهقي رواه بإضافة قد، ولذا قال تعالى حصر صدورهم، هنا جملة حالية لكنها مصدرة بالفعل الماضي فيقدر قبلها قد، يعني قد حصرت. وهذه فائدة اللغة العربية.